أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة ومع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم باشرت تكثيف حملاتها التفتيشية عبر مركز التفتيش الشامل بالوزارة وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك لكافة مناطق وأسواق مملكة البحرين، وقد أخذت في الاعتبار مختلف القطاعات التي تشمل السلع والخدمات التي تمس حاجة المستهلكين وحياتهم اليومية للتأكد من التطبيق الصحيح والقانوني للقيمة المضافة وضمان احتسابها بالنسب المحددة للسلع المشمولة بالضريبة، وكذلك التأكد من عدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية المعفاة من الضريبة. مجددا الزياني التأكيد بأن أنظمة وقوانين مملكة البحرين تضم جزاءات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية والغلق الإداري والإحالة للنيابة العامة، وتنفيذا للتوجيهات التي توليها الحكومة الموقرة في هذا الشأن، وحرصا من وزارة التجارة والصناعة والسياحة على تنفيذها بما يخدم مصالح المستهلكين. قام الوكيل المساعد الموارد والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبد العزيز الأشراف المشرف العام على قسم التفتيش بزيارة ميدانية إلى الأسواق للوقوف على الحملة وللاطلاع على سير العمل حسب الخطة الموضوعة، وأن أعمال التفتيش التي يقوم بها مركز التفتيش الشامل بالوزارة قد وضعت في اعتبارها جميع القطاعات، وأن أعمال التفتيش سوف تمتد لجميع مناطق مملكة البحرين وفي مختلف منافذ البيع. نحن في وزارة التجارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالأخص في قسم التفتيش وحماية المستهلك بتدشين حملة في جميع أسواق المملكة ومختلف مناطقها للتأكد من صحة تطبيق هذا النظام، حيث أنه هو نظام جديد ويمس الشريحة الأكبر من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز الخليجي للضرائب تم إسناد مهمة التفتيش على المحلات التجارية إلى وزارتنا، فاليوم اجتمعنا مع الفريق وتم توجيههم بهذا الشأن، وإن شاء الله ما راح يبتدون حملاتهم المكثفة. هم طبعا ابتدوا حملات قبل حلول موعد التطبيق كان طبيعتها أكثر تثقيفية وتوعوية، اليوم راح تكون تنتقل إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الرقابية، بحيث أن نتأكد من سلامة تطبيق اللوائح وقوانين القيمة المضافة. إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع مركز التفتيش الشامل متواجدة لحماية المستهلكين وأيضا لتوفير الطمأنينة في تعاملاتهم التجارية اليومية، أيضا هي رسالة لتوعية القطاع التجاري حول هذا القانون وآلية تنفيذه وسبل تصحيح أي ممارسات خاطئة قد تحدث وقد يتم رصدها والعمل على تلافيها لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تضر بمصالح المستهلكين. نحن اليوم نسجل حضورنا لضمان حقوق الجميع ونؤكد على حق المستهلك، ونؤكد أيضا على توعية القطاع التجاري بمفهوم جديد حول قوانين الضريبة المضافة. احنا في خط محايد بين المستهلك وبين التاجر على أساس نتأكد من أن المستهلك محمي بالطريقة القانونية، ونتأكد من المستهلك شو المشكلات، وحتى وإحنا نلف كثير من المستهلكين اللي قاعدين يتسوقون وجهوا لنا ملاحظات واستمعنا إليها، وإن شاء الله يعني راح نواصل هالمشوار خلال الأيام الجاية على أساس نتحقق ونتأكد.